صح. مساء الخير، مساء الخير جميعا. اولا بدي اعتذر على التاخير، بس الواي فاي اليوم مش ظابط بالمره عندي، املا انه هلا على 3G رح اقدر شغل هاللقاء. يا ريت بتكتبوا لي بالشات اذا الصوت واضح والصوره واضحه وما في تقطع، بكون ممنونه اذا حدا كتب لي بالشات. Everything is fine. Yes. Clear, great. So, معكم تانيا جميعاً. أنا عم بحكيكم من لبنان. أكيد هيدا المنبر أنا خلقته تقريباً صار لي بدكم تقولوا 12 سنة. 12 سنة بشتغل بمجال الطب البديل والطب الوقائي كويلنس كوتش أساسية. ويلنس كوتشينج هو حياتي من 12 سنة لما ما كان في كورونا وما كان في قصة متممات وما كانت كده عم بيقولوا. Not clear, clear. يعني حدا بيكتب لي كان حتى أكد إذا clear. بس عم يعيق.
So, مرحبا جميعا. خلينا نجرب again الصوت والصورة واضحين كله تمام. للأسف الإنترنت اليوم مش ضابط بالمرة. So, أمل إنه هالمرة رح يزبط الإنترنت. Yes, no. يا ريت بتكتبوا لي بالشات كله تمام. تمام. So, معكم تانيا هو باقي ميان مباشرة من لبنان عم بحكي. أنا من الناس اللي درست علم نفس عيادي بس ولكن الظروف والأيام جابتني للطب البديل والطب الوقائي. أكيد بشكر ربي أنه أنا تعرفت على هالمجال تقريباً قبل 12 سنة، ما كان في كورونا وقتها وما كان في أمراض هالقد مستعصية، بس ولكن كنت أحكي بمفهوم المتممات الغذائية since ever، وكنت أقول أنه رح يجي وقت للأسف الشديد رح يكون في غير أمراض، رح يكون في هلاك تاني، رح يكون في فيروس تاني، وكنت حس بالمعطيات اللي نحن بدنا نعيشها لأسباب تتعلق بمنظومة الطب البديل اللي أنا تعرفت عليها. وكنت أقول أنه معقول الناس ما بتعرف هالمفاهيم، معقول الناس ما بتعرف هالأسرار، معقول ما بينحكى بهالمواضيع. وأخيراً إجت الكورونا حتى تساعدني تالناس تسمعني. رح أقولكم أنه نحن نتيجة الغذاء اللي بناخدها، نتيجة الغذاء معناتها نحن في مفاهيم لازم نتعلمها. وهيدا المنبر للصراحة أنا خلقته تقريباً قبل سنة وثلاثة شهور حتى يكون منبر رئيسي نتعاطى مع كل الأشخاص اللي مدعوين من قبل الفريق الفعلي اللي بيتدرب معي يلي هو الفريق الملوكي رويال تيم. رح لكم أنه مظبوط الكوليسترول والتريغليسيريد والضغط والسكري والفايبروماليجيا والام اس مالتيبل سكليروسس والسرطان وكل الامراض اللي تتعلق بالبهاق والصدفيه والاكزيما، هر الشعر، تكسر الاظافر، ميجرين، اكبر كذبه خلقوها بالتاريخ، كل هول بالنسبه لي مفاهيم تتعلق بالتغذيه. سو كيف بشوف انا التغذيه بالاجمال؟ بالاجمال انا بشتغل على الكبد، هيدا شغلي بالحياه اللي بشتغله باللي هو الكبد. الكبد بالنسبة لي هو ريزيرفوار اللي بيعطي أكل للجسم، بيغذي الجسم والخلية كلها. سو نحن باتم لاين شو منعطي للكبد كل يوم؟ هيدا أهم سؤال لازم نجاوب عليه. يمكن في ناس بيناتكم ما تهتم، ويمكن في ناس بيناتكم تهتم لأنه في ولاد عندها بالدق اللي عمره 5 سنين وست سنين اللي رح يكبروا قدام عيونكم بعد 10 سنين 15-16 وما حدا عارف أي مرض بده يصيبهم لأسباب تتعلق بالمي، بالتغذية، بكل شيء نحن عايشينه بهالأيام. أنا أكيد اللي بعمري أنا 45 ماشي على 46، اللي بعمري بيعرف أنه قبل 20 سنة الدجاجة كانت ريحتها غير على الغاز، اللحمة كانت طعمتها غير، الموز كان غير، كل النكهة، كل الأشياء تغيرت. بده يكون في سبب رئيسي لهالشي. أولاً بدي أقولكم أنه الدنيا تغيرت لأنه الكثافة السكانية عم بتتزايد بطريقة مخيفة، ما بقى يلحقوا أكل طبيعي على العالم. That's why كان لازم مفروض يلاقوا طريقة يسرعوا عملية الزراعة تنحنا ما نضل جوعانين. بالآخر عم بيحطوا هرمونات وبيبتيسايد وكتير من القصص والحكايات يلي عم بتأثر سلباً على كل منظومة جسمنا. منظومة جسمنا تتأسس من 3 محاور أساسية. للصراحة أنا تعلمت هالمحور من قبل شركة جينيس كلوبل. جينيس كلوبل هي السبب اللي أنا هالقد قدرت أعمل كمال للمواصفات التغذية بالإجمال. كلكم بعرف أنه عندكم أهالي بالبيت عم ياخدوا تغذية خاطئة، كلكم عندكم أهالي عم بياخدوا أدوية كتيرة، كلكم يمكن معظمكم عنده التهاب مفاصل وآخ ووجع بالرقبة، بالظهر، بالإجرين، بالإيدين، تكلس، وكل مفاهيم اللي أنا بتطلع وبشوفها حوالي. وأوقات كتيرة بسكت لأنه بقول مش كل محل بقدر أحكي ومش كل محل بدهم يسمعوني. سو رح أقول أنه نحن أنا وياكم رح نشتغل على 3 محاور رئيسية: Red Blood Cells، الكريات الحمر، DNA يلي هو الجينات والصبغيات اللي بجسمكم يلي كتير مهم نفهم كيف عم تنقسم وكيف عم بيصير موت خلايا وكيف فينا نبطل موت الخلايا وهيدا بشو بيساعد، زائد الخلايا الجذعية والكولاجين يلي هن اثنيناتهم مرتبطين بعمر 25 يلي كمان هو مفهوم مش وارد على اي شخص انه يآمن انه بال25 نحن من خطير،
ماي جاد اذا بال25 متخطير معناتها انا خلص خلصت حكايتي. سو راح اقول لكم انه هول كلهم بدي امرق عليهم حتى يكون عندكم هيك خلاصه مو شو ممكن نعمل بايام الكورونا. هل يا ترى نحن فينا نصارع الكورونا او غير الكورونا، بي الكورونا ام الكورونا؟ انتم بتعرفوا انه سياسه الكورونا راح تكفي، ما راح توقف هون. هي القصة سياسة أكبر ما هي مرض، شيء خلق وبده يكبر بده يتبلور. كرمال هيك لازم نلاقي طريقة للمناعة غير الماسكات وغير السبريات. هول خانة معينة، الخانة اللي نحن بدنا نشتغل فيها إنه نحن يكون عنا دفاع مدني بقلب جسمنا. كيف ممكن يتم هالهام عليه؟ أولا لازم أعرف إنه بالإجمال التغذية بالدنيا نحن مناخد 26% من التغذية الصحيحة، مش كلامي عيدا ولا كلام الشركة اللي أنا بمثلها، هي كلام إحصائيات دراسات أطلقت قبل كم سنة إنه نحن ما عم ناخد الفيتامينز والمينرالز اللي لازم ناخدها كل يوم لأسباب تتعلق بالشي اللي شرحته، لأسباب تتعلق كمان بالدراسات اللي بسنة 95 حبة البروكولي كان بقلبها في 141 جرام فيتامين سي، سنة 2005 عملت دروب شوت لل 11 جرام جايز. يعني نحن باتوم لاين ما عم ناخد فيتامينات ومعادن من قلب الأكل. كتير من الناس كانوا يعملوا فايت باك يتناقشوا معي ويخانقوني قبل 12 سنة لما وقت الأهالي أو الكبار بالعمر اللي أولادهم بأمريكا وكندا كانوا يقولوا ابني بعت لي هيدا السابليمنت وبنتي بعتت لي هالسابليمنت. So nowadays ما بقى في هالرؤية، الكل بيعرف أنه لازم ياخد سابليمنت. حتى أيام الكورونا أنعت العالم أنه تستعمل زنك، تستعمل فيتامين سي لأسباب تتعلق بالمناعة. So أنا رح أقولكم أنه الملخص اللي أنا بدي أحكي عنه يعتمد على مهتمات غذائية ممكن تفيدكم بمحور التغذية الصحيحة بهالأيام، ممكن تفيد أولادكم حتى، وممكن تفيد كتير من القصص أو الهيكليات المرضية يلي الطب رفع إيديه معه، مثل ما صار مع خي الوحيد يلي قبل 11 سنة أصابه سرطان، سرطان بروستيت كانسر مخرطي سبايرل. ثلاث أعظم حكمة بلبنان أقروا أنه ميت ميت ما في مجال يعيش. أكيد أنا ما استسلمت وأكيد أنا حول جسمه لألكالين قلوي كرمال أقدر نفذ الكبد، كرمال أقدر نفذ المرض من قلب الجسم. ما معي أنا حلول للسرطان ولكن كانت محاولة ونجحت، وبعد 12 سنة بقدر أقول خيي بعده عايش من دون كانسر، مع أنه الأطباء كلهم أقروا أنه لازم يموت. رح لكم أنه أنا إنسان متفائل جداً، إنسانة يمكن عكس اللي بتشوفوها. أنا بعبط كل الناس وبوس كل الناس وما بحط كمامة ولا بستعمل السبريات. بالنسبة لألي المناعة عندها مفهوم تاني، بالنسبة لألي ما خصني باللي عم بينقال بالميديا ولا اللي عم بينقال بالمستشفيات ولا كله هول. رح أقولكم أنه بسيطة جداً الحكاية، بتجربوني. المتممات اللي بدي أحكي عنها هي حل من الحلول حتى نوازي التغذية الناقصة بأجسامنا، كرمال هيك لازم نغطي هيدي الطاقة. سو تغطية الطاقة إلى خصائص وأنا رح أكتب لكم إياها حتى تركزوا معي تتعرفوا أنه شو ممكن نحن نعطي الجسم كرمال ما يمرض. أولاً بدي لكم أنه بدكم تنتبهوا على الفيتامينز والمينرالز اللي أنتوا لازم تاخدوها. أوكي؟ في أساسيات للفيتامينز والمينرالز اللي لازم ناخدها، في قصص معتمدة على هالفيتامينز جايز. أنا كمان ما كنت أعرفهم، أنا درست علم نفس عيادي، بس من ضمن تجربتي بالطب البديل، من ضمن ثورتي على المرض، كان عندي ثورة على المرض. كرمال هيك بلشت اتعلمها، بلشت ركز على المعطيات، بلشت افهم اكثر جسمي حتى انا اتعامل مع جسمي بالطريقه الصحيحه. قبل ما اتعرف على جينيس جلوبال اصلا انا كنت اعطي كركم يوميا لكل الكيسز اللي انا كنت شوفها. كل يوم كنت اقول للكل بدكم تشربوا كركم، بدكم تاخذوا تمر سبع حبات، بدكم تاخذوا ارض الشوكي، بدكم تاكلوا هندبه. هولي كلهم شفت بجينيس جلوبال مع الأطباء الأمريكان والكندية والفرنسوية اللي خلقوا المتممات الغذائية الفاخرة ذات مستوى كتير عالي بها 12 سنة الماضية، شفت أنه في كركم كتير
مركز بكل المعطيات اللي هنن عم بيقدموها. فيها توت، عائلة التوت مركزة، الرمان، الألوفيرا. سو شفت انه في معطيات لازم افهمها. ليه انا كنت عم بعطي كركم؟ انا كنت عم بعطي كركم حتى نفض الجسم من الالتهابات بس، ولكن كركم لحاله ما بيزقف للصراحة. سو رح قلكم انه الفيتامينز والمينرالز هي عيل بجسمنا لازم نعتمد عليها، مثل فيتامين سي يلي هو محور خاص عم ينحكى فيه وقت الكورونا، فيتامين كي للقلب، فيتامين اي للعيون والعظم، فيتامين البي 1 بي 2 بي 3. هول معطيات معتمدة على النفخة اللي انتوا عندكم اياها، البطن اللي بيمشي قدامكم. واوقات كتير الناس بتروح تعمل سبور وبتعمل يوغا وبتعمل دايتات وبتاكل بس سفين الدجاج والبطن ما بيروح، لأسباب تتعلق مباشرة بالبي 1 بي 2 بي 3 يلي هن بيحاولوا الاكل ل انرجي لطاقة، كرمال هيك البطن بيختفي. شغلة تانية خاصة بالبطن هي الألياف، probiotics والألياف. So you need fibers، معدل 25 جرام للنسوان ومعدل 38 جرام للرجال يوميا. هل يا ترى نحن عم ناخد هالألياف؟ أكيد لا. حتى إذا أكلنا 10 جلطات سلطة ما رح نقدر ناخد الألياف المعتمد عليها جسمنا كرمال يفضي المعدة. سو معدتنا لازم تظهر مينيموم مرتين بنهار كرمال تكون الصحة صحيحة، كرمال الأسيد الغاز ما يعلى لفوق، كرمال ما يكون عنا رفليات بالمعدة، كرمال ما يكون عنا حرقة بالمعدة، ما نعوز ناخد حبوب اللي بتصونكم من الأدوية التانية. كل هول خاصة بالفايبرز يلي هو معدلاته أكتر شيء موجودة بالفاكهة، بالقشرة تبعية الفاكهة مثل البرتقانة يلي نحن للأسف بنكبها. أكبر طاقة ألياف موجودة بقشرة البرتقان، وأكبر طاقة سحب سكري موجود بالأبيض اللي بتقعدوا بتفسسوه ما بتاكلوه فوق البرتقان. تفاصيل كتيرة خاصة بحياتنا اليومية ما بعرف ليه بالمدرسة ما علمونا إياها لصراحة. أنا I wonder sometimes إنه أنا ليه هول الأشياء بالمدارس ما بيعطوا؟ ليه واحد لازم يدرس طب يمكن حتى يتعلم الأساسيات تبعية الفايبرز؟ I don't know. ولكن الألياف هي مصدر سعادة الجسم، مصدر السلام، التوازن للجسم هي مصدر الألياف number one. من بعدها بتجي ال probiotics. probiotics guys هي البكتيريا الصديقة. probiotics هي البكتيريا اللي بتعمل شفط لكل اللي بيضل بالأمعاء. so probiotics كتير مهمة حتى تناضل للسموم، تناضل للبكتيريا اللي مش منيحة. so probiotics مش موجود بأكلنا اليومي غير باللبن، واللبن أصيده أصلاً عالي اللي أنا بمنعه من الناس اللبن. بفضل واحد يستعمل لبنة مش لبن، لأنه اللبن المي اللي بيتكدس على الوش هو بيحرق كل خلية عم بفوت على جسم فيها. So bottom line نحن لازم ناخد ألياف supplements، لازم ناخد probiotic supplements، ولازم ناخد vitamins and minerals يلي أنا ما كفيتها بعد. عائلة الـ B6 والـ B12 مش no wonder إنه الناس اللي بتستعمل B6 B12 لاحظوا بتكونوا أنتوا أقل كلمة بتهبطكم، أقل كلمة بتضايقكم، أقل كلمة بتبكيكم. كتير من الناس بيفكروا إنه النسوان لازم يبكوا، لا، في بنية guys، في بنية، بنية صحيحة تبعية البي 6 والبي 12 ما بتخليكم تنهزوا من أي كلمة، ما بتخليكم تبكوا من أي كلمة. نفس الكلام اللي كنتوا تسمعوا بمجرد ما الجسم بياخد طاقته الأساسية الكافية من البي 6 والبي 12 بيبلش يقدر يسمع الكلام، يقدر ما يتأثر فيها. هل قد مهمة عملية البي 6 والبي 12؟ معرفة أنه بلبنان البي 6 والبي 12 طاقة كبيرة بالأكل، ولكن كمان عم برجع عم بقول بسبب رح تقولوا هالمرة مجنونة، حتى الطناجر اللي نحن بنستعملها جايز، الطناجر التيفال الألمنيوم ستانلس ستيل، هول معدلات الأكل قد ما الحرارة بتكون عالية وما في إلا بريكس بتقتل الأخضر واليابس وكل شيء بيقتله. ما ناخد زيرو فاليو من هالأكل رح ناخد. سو البامية، الفاصوليا، السبانخ اللي انت مفكر انه منيح، الطناجر بتكون قتلته. That's why في عندكم طناجر حق 7000 و8000 دولار اللي بتحافظ على درجة الحرارة تما تقتل القيمة النوعية اللي موجودة بالأكل هيدا. إذا في قيمة، القيمة شو بحكي عنها؟ القيمة للأسف بلبنان بالأخص الخضرة والفواكه عم تكبر بمية المجارير.
هيدا واقع لازم تعرفوه. كرمال هيك معدلات السرطان كتير عالية بلبنان لأسباب تتعلق بكمية السموم اللي نحن عم ناخدها. السموم مش فقط ماكدونالدز وكي اف سي وهارديز، لا، السموم هي من محور أكلنا اليومي، من محور المونة اللي نحن عم نعملها، من بتنجان، من زيتون، من أسيد كتير عالي بالشرق الأوسط بالأكل اليومي. وتفاصيل ما بدي أكيد أحكي عنها هولي، رح أحكي عن المتممات اللي بتساعدكم حتى إذا عم تردوا أسيد. أنا بالنهاية ماني جاي من المريخ، أنا إنسان مثلي مثلكم، بدخن، بشرب قهوة، بحب الحياة، بحب الحلو. سو في شيء منه في شيء بده يعادل التاني. That's why we need المتممات كرمال نقدر نعدل حياتنا، نعدل أجسامنا، كرمال الكبد ما يختنق. لأنه الكبد لما بيختنق، لما ما بيقدر يتنفس، ما بيقدر يصارع السموم اللي موجودة، بقى بيبلش يبعت الدهن لبرا الكبد لمجرى حتى يعمل خليات دهن 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 دهن. That's why you see cellulite. انتو بتشوفوا دهن عنيد، بتشوفوا بطن منتفخ، بتشوفوا آخ، او لما بتدسوا جسمكم تتوجعوا اوقات كتير على اجريكم. النفخة هاي خاصة بالسموم اللي عم تتراكم بالدم على محور أول، والكبد ما بقى يقدر يركز إنه ينفذ كل هالسموم. كرمال هيك البشرة بتتعب، البهتان للبشرة، الخطوط العريضة، التجاعيد اللي بتكتر، هر الشعر اللي بيبلش، تكسر الأظافر، الوجع الرأس أو قلة الخصية، التنبلة، النعس، الديبريشن، إنه كل شيء بشوفه أسود، ما عادش شوف أشياء منيحة، كل هول تتعلق مباشرة بالكبد اللي ما عم يتغذى. بالنهاية نحن عم نسمع في شيء اسمه كيوتان، let's say كيوتان، أنا أكيد عم تسمعوا عنهم. كيوتان بيحمي القلب، عم تسمعوا رويال جيلي، great، هول كلهم اللي عم بكتبهم، جوارانا اللي بتعطي هايب، الجينيكو مثلا، جينيكو بتعطي محور ذاكرة، تركيز ذاكرة، ومعطيات السيلينيوم، المغنيزيوم، المنغنيز اللي بتقوي العظم وبتقوي السيستم وبتبعدكم عن الالتهابات، النياسين اللي بتسحب السكري من الدم. وكل هالمعطيات كيف بدي تعرف عليهم وكيف بدي أمنهم؟ بدي أسأل الصيدلي ولا بدي أسأل الحكيم؟ جايز نحن صرنا بزمن بدنا نسأل حالنا وبدنا نتعلم، بدنا نتعلم، بدنا نقب على وش هالدنيا، ما بدنا نكون عميان وماشيين فقط. الـ A to Z اللي بتاخدوه السنترم من صيدليات لا يعتمد على كمية المستوى الفيتامينز والمينرز اللي لازم انتو تاخدوها. So bottom line، انتو لازم تاخدوا هالفيتامينات، زائد لازم تشتغلوا انه شو هن المعطيات الجديدة اللي بالدنيا عم تحكي عنها اللي ممكن توقف الايجينج، توقف انه انا خطير. ليه بدي خطير بعمر 60؟ واي؟ وباي ذا واي، انتم بتشوفوا انه قبل 40 سنة او قبل 30 سنة تنقول، اوكي، قبل 30 سنة الناس بالستينات كانت مختيارة، هلا بالستينات مش خطيارة. بس السبب للاسف مش فقط عم يشتغلوا من برا، ما عم يشتغلوا من جوا. سو الجوا هلا اجى الوقت نشتغل عليها كرمال عن جد ما نخطير قبل 80، لانه محور حياتنا اصلا 120 لازم تكون. معدل الدي ان اي اللي نحن خلقانين فيه، التيلومير الطبيعي، الاجرين والايدين تبعولت الجينات تبعولنا، لازم تعيش لل 120، بس نحن ما عم نعيش لل 120 لاسباب تتعلق بالتغذيه، لاسباب تتعلق بقله الفيتامينات والمعادن، لاسباب تتعلق بقله البروتين بالاكل يلي محور كتير مهم تتعودوا عليه. بروتين، الناس مفكرة انه بروتين بس للناس الرياضيين، لا جايز، لا، نحن كلنا بروتين، كلنا لحمة، ما فيكن ما تعطوا أجسامكم بروتين، إن كان نباتي إن كان حيواني. أكيد تحية خاصة لكل الناس اللي فيجيتيريان، بس القصة إنه أنا لازم أخذ هول بروتين كرمال جسمي يكون صحيح وصامد ومش مريض ومش باهت ومش ضعيف. سو حتى البروتين لازم أنا رجلجه لأولادي، للناس اللي بحبهم إذا مش لألي. سو بروتين، فيتامين، مينرالز، زائد لازم اتعرف على كلمة جديدة معاصرة بأول الكورونا حكيوا عنها بعدين سكتوا الله أعلم ليه، هي الريزفيراترول. بتكون تركزوا على كلمة ريزفيراترول وتعملوا إحصائيات عنها، لأنه ريزفيراترول رح يعجبكم. ريزفيراترول هي مادة موجودة بالفول السوداني، أوكي، وموجود بالعنب الأحمر مينلي.
That's why رح أقولكم إنه resveratrol هي مادة بتفوت على الجسم بتغلف الكريات الحمر. وهول الكريات الحمر مين بيحمل؟ بيحملوا الأكسجين. معناتها هنن اللي بيتغلغلوا بالشرايين وبيعطوا نفس للجسم بطريقهم بينطفوا الدم. That's why اللي بيستعمل resveratrol كوليسترول والتريجليسيريد بيهبط، يوريك أسيد بيهبط. اللي بيستعمل resveratrol التركيز بيكون عالي، الرؤية بتكون واضحة، الميموري ما عادش بتقوله نسيت. اللي عنده مشاكل ربو، اللي عنده مشاكل نفس، resveratrol بيعطي نفس، بيعطي قوة، بيعطي انرجي. resveratrol معدلاته جدا مهمة تكون بين ال 140 و 400 ميلي بير داي. So resveratrol هو معدلاته إذا بدي أخده من العنب فقط أو من التوت أو من السوفول السوداني رح أخد معدلات سكر قدامه. Means it's better to get a supplement natural تيعطيني الresveratrol. resveratrol ممكن يساعدكم على البهاق والصدفية والإكزيما بأشواط. resveratrol ممكن يعلي مناعة الجسم للناس اللي ضمن الكيموثيرابي. والرزفيراترول لكتير من الكيسز من الكانسر ممكن حتى تخنق الخلايا السرطانية وتعيد نشاط الجسم. هل قد رزفيراترول مهمته كبيرة؟ أولادكم الصغار اللي أعمارهم 5 سنين وأربع سنين وثلاث سنين كرمال نحن ما يتأذوا لما يكبروا، كرمال نحمي كرياتهم الحمر، رزفيراترول ممكن يكون عن جد إنقاذ مباشر. أما الناس اللي بدها تضعف، أحلى طريقة انكم تستعملوا resveratrol لمعدلات بسيطة جدا لمدى 6 شهور او سنة. resveratrol ممكن يخلي جسمكم يبلش يتشبع، يبلش يكون بتركيز اسمه تشبع، ولكن الخلايا بتكون عم بتوعي الدي ان اي او الجينات النايمه يلي ربنا خالق جينات نايمه بجسمنا. فقط وقت ما الجسم بيكون جوعان كتير 10 ساعات، وقت رمضان بتصير الحكايه 10 ساعات لما ما بتاكلوا وما بتشربوا، جينات المنيحه كتير النايمه بتقوم بتعمل وظائف غريبه عجيبه يلي الجسم عاده ما بيعملها. That's why resveratrol ممكن يكون حل من الحلول لل ADHD الأولاد، ممكن يساعدهم على مدى طويل، ممكن يساعد البهاق والصدفية والإكزيما definitely مع توقيف نظام غذائي اللي أنا بعتمده. أكيد اللحمة لما بتوقف، اللحمة والسمك مع البهاق والصدفية والإكزيما، أنا بمضي على بياض ما بيضل في شيء اسمه لا إكزيما ولا صدفية ولا بهاق. رح أقول إنه آخر شقفة هي الستم سيلز تكنولوجي. أنا أكيد كلكم عم تسمعوا ستم سيلز. ستم سيلز هي شو؟ خلايا جذعية. نحن بشر، الله خالق منظومة يعني لا مثيل لها جايز، لا مثيل لها. المنظومة تبعيتنا هي عبارة عن خلايا، إذا فرضتوها بتروح وبتجي على القمر ملايين المرات. هل قد الخلايا سوفيستيكي؟ هل قد حد بعض عم بيشتغلوا؟ تخيلوا أنا عم بحكي هلأ، أوقات عن جد بقول يعني حكمتك يا الله، كل شيء عم بيشتغل بجسمي وأنا عم بحكي، عم بتنفس، عم بتحرك، عم بفكر، عم بفرز، عم بحكي. في 100 مليون شغلة عم تشتغل. هول المعامل عم بيتعبوا كل الوقت كل الوقت. 11 معمل قاعدين عايد على اليمين من الجسم. هول المعامل بدهم صيانة، ديفنتلي بدهم صيانة، ديفنتلي في انترودرز، هجوم على هالبيت هالهيكلية يلي اسمها انسان. هول الهجوم ممكن يكون فيروس، ممكن يكون بكتيري، ممكن يكون اي شيء. هول الهجوم بده دفاع مدني. أور دفاع المدني اسمه خلايا جذعية. هنن جيش، هيدا الجيش عم بيتدرب وعم بيخلق شي مطرح بجسمي. المطرح هو النخاع الشوكي. That's why بتسمعوا باللوكيميا سرطان الدم بيعملوا injections خلايا جذعية ضمن النخاع الشوكي، لأنه مصدر الخلايا الجذعية يلي هي الجيش المدني اللي بيدافع عن جسمنا بكل الأحوال، بالفيروس، بالسكري، هو اللي بيركض، هو اللي بيسعى حتى نحن نكون أصحاء. هول الخلايا الجذعية للأسف بعد عمر 25 تبطل أو تبطئ مفعولة بالجسم، لأنه أعدادها لازم يكون 140 مليون بالدم بيبعتوا 10 مليون، ولكن بعد عمر 25 بتبلش المعامل تبطأ
That's why it's good إنه نحنا نلاقي شيء ممكن يحمس الخلايا الجذعية كرمال ترجع تعطي أعداد كرمال تقدر تعمل تصحيح لكيسز كبيرة مثل MS مثل فايبروماليجيا مثل مشاكل النطق مثل إبيلبسي كل هول الحكايات. That's why أنا بعتمد وكتير بركز على جينيس جلوبال. لصراحة جينيس جلوبال قدرت تعطيني كل هالمعطيات قدرت تعطيني كل هالأجوبة. فخر لألي أنا دايما أحكي عن جينيس لأنه الأطباء يلي موجودين بقلبها هن منهم أطباء عاديين. أطباء صار لهم 35 سنة بمجال الترميم والتجميل زائد الطب البديل والطب الوقائي. رح تشوفوا قام محترم جدا هولي أبحاث عاملين ليوم الأبحاث رح تشوفوا فيه عنكم على اليوتيوب شانل حتى كل شيء أنا عم بحكي مفصل أكثر طبيا وعلميا على اللونجيفيتي تي في. رح أقول لكل شخص عم بيسمعني وعم بيناهز مع الكوليسترول والتريكليسيريد وكل المهاق والصدفية والإكزيما أو المناعة القشطة أو إذا أنتوا كتير بتحبوا أولادكم ما بدكم يمرضوا مع مرور الوقت ريزفيراترول اللي كنت عم بحكي عنه هي ساشيات الريزيرف. ساشيات الريزيرف نعم كتير من الأوقات الكانسر كيسز ممكن كتير نساعدهم بهيدا المغلف. أكيد ما حدا يقول لي جارانتيات نو جارانتيز لأنه كل جسم بيعتمد على شيء ولكن أنا دايما بعتمد على نظام غذائي موحد لكل الكيسز اللي أنا باخدها مع ريزيرف. ريزيرف هو المنتج الأكثر بيعني لألي بين كل منتجات جينيس. ريزيرف فحوى من فواكه رئيسية من كرز أسود من عنب أحمر عنب أسود التوت الأسود عائلة التشيري اللي منشوفها بس بالتومان جيري رمان الألوفيرا الصاي الفاكهة الغريبة يلي أنا أول مرة سمعت عنها بجينيس. الصاي فاكهة تقتل الخلايا السرطانية على الحل موجودة بأشواط بشيء اسمه ريزيرف. ريزيرف رح يستعمل مرتين بالنهار مينيموم أكيد كل ما بيستعمل أكتر كل ما أحسن. ريزيرف قبلوني بعد 3 شهور لما بتستعملوا 2 أو 3 بالنهار كيف الجسم ببلش يتبلور كيف الذاكرة بتكون منعنشة كيف الانرجي بتكون محلة كيف الجريب بيغادر كيف الالتهابات بتروح من جسمي وكيف البهاق والصدفية والإكزيما بيغادروا كليا أجسامنا. كوليسترول والتريكليسيريد أكيد هبوط تام هيدا بتوقيعي أنا مش جناس. إكزيما صدفية كتير محاور رئيسية ما تصدقوا الكريمات اللي من برا. أنا I'm not an ointment lady أنا بأمن كل شيء له علاقة بالجلد خاصه بالكبد بأول درجاته. That's why we need vitamins and minerals to survive this life. هول الفيتامينز والمينرالز منا مزح هي أهم من شعرنا هي أهم من الخبز هي أهم من الحلويات هي أهم من الكنبيات اللي عم ندفع حقها 2000 و 3000 دولار هي أهم من أي شيء تاني لأنه بلا AMPM 77 نوع من الفيتامينات والمعادن هولي رح ينظموا الخلايا تبعولتي من دون ما أنا أفكر بنظامهم. هولي بدهم ينعنشوا هالخلايا بريف آخرتها شو ممكن يصير إذا واحد استعمل AMPM 2 ب 2. AMPM بيشتغل على السوماتيك سيستم صباحا ومساءا في عنا تو سيستمز بيشتغلوا واحد بينشط بوعي والتاني بينيم. نحن لسوء التغذية وقلة الفيتامينز والمينرز الموجودين بأجسامنا ما بقى الجسم عم بيقدر يلجلج هالوظائف. That's why رح تشوفوا الناس أعصابها مهترية وعم ترجف وبدها فيتامينز. في ناس كتار عندها مشكلة بالنوم عندها قلق وفي ناس كتار بتوعى الصبح على كبية الديسكافيه وما بتقدر توعى قبل ما تشرب ركوة قهوة وفي ناس كتيرة بدها ساعة وساعتين تتنطق كلمة صباحا وفي ناس كتار عندهم مشاكل عقم خاصة بالفيتامينز والمينرالز. جايز قبل ما تروحوا على الحكمة وتحطوا ألوفات الدولارات جايز 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 وفي ناس عم تاخد ديانكسيت وزاناكسود لكزوتانيل حرام عليكم حرام حرام. I'm a psychologist 9 years of my age قضيتها بالجامعات it's the biggest lie ever.
كل شيء معتمد على التغذية وفقط على التغذية. إذا غذيتوا خلاياكم بالطريقة الصحيحة وما بخلتوا على أجسامكم وأجسام أولادكم وأجسام أهاليكم بالفيتامينات اللي على مستوى مش مرمية بالصيدليات من سنتروم، على مستوى دكتور جيان بابا اليوم كان رح يحوز على جائزة نوبل مرتين، ما حدا بيقدر يقول لي إنه AMPM بيشبه أي فيتامين تاني. اليوم الفيتامينات بالصيدليات كتيرة، بس أكيد 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 It's not natural. So AMPM natural product بيرجلج الأعصاب، التهابات المفاصل بتشيله لأنه بقلبه في probiotics، بقلبه في fibers، بقلبه في كل المعطيات اللي بتعطيك دعم معنوي، لأنه بغذي الجسم، بقلبه في طاقة كركم كتير كبيرة. You need to use it for 3 months stable to رابع شهر بيعطي مفعوله السحري، لأنه الخلية كلها بتكون برمجت حالة وأعادة تنظيمها. AMPM محور خاص جداً لألي، لكل الناس اللي عم تتنفس 17-18 you need to start to do AMPM course definitely. أما الناس الختيارية اللي عنا اليوم بالبيت، الناس اللي عندهم MS تصلب لويحي، الناس اللي عندهم مشاكل نطق، المشاكل اللي تتعلق بالإبيلابسي، 5% الطب يعرف عن الدماغ guys they don't know more، هيدا لازم يكون واضح، 5% they know they don't know more. So that's why we need to be alert. مش عيب واحد يستعمل شي ساينس 25 سنة. دكتور كريستيان درابو ضل ورا العشبة 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 لحد ما لقاها أخيرا اللي بتهز النخاع الشوكي كرمال تبلش تشتغل، ترجع تعطي أعداد متتالية من الستم سيلز أو الخلايا الجذعية يلي عم بتساعد لحتى نقدر نحن ننفض الجسم من الأمراض أو ننفض الجسم من الاستسلام للأمراض. That's why Revita Blue جدا مهم لكل الناس اللي عندكم ياهن أعمارهم كبيرة، اللي عندهم مشاكل بالركب، رح تشوفوا قدي ممكن يكون مساعد أول، قدي رح يعطيهم نشاط وحيوية، قدي رح يشكروكم أهليكم اللي أعمارهم بالسبعينات والثمانينات. أما الناس اللي عندهم مشاكل وخيمة ببشرتهم، again Revita Blue can be big 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 support. رح أقولكم إنه Revita Blue هي stem cells technology تبعينا، yes and it's awesome اللي عم تعملوا Revita Blue، ولكن بدي أقولكم إنه درابو كتير حاول بس only جناس global سندته تلاقي الحل. أما المعايير الكولاجين يلي أنتوا عم تستعملوها والموضة آخر سنتين ثلاثة عم تحكي عن كولاجين، الناس للأسف الشديد مفكرة الكولاجين هي للخدود فقط للجمال. لا guys guys نحن الغضروف عنا مليان كولاجين. كولاجين هي اللحمة، البروتيين اللي أنتوا بتشوفوها. كولاجين بعد عمر 25 ببلش يعمل دروب، كل 10 سنين بيعمل دروب 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 لحد ما الأوجاع بتزيد. سو كتير من الناس اللي على هيئة ديسك بتبين هي بالأخص ما بتكون ديسك، هي بداية فيتامينز من فائده الجسم وكولاجين عم بيفضي من قلب الغضروف. كرمال هيك بعد عمر 25 لكل شخص عم بيسمعني، انت محتاج تملي جسمك معيار 10,000 ميلي جرام يوميا من الكولاجين. ما تستخسر بجسمك هالشي كرمال ما تحس بعوارض بالعظام ولا تحس بوجع بالكتاف ولا يجيك التكلسات ولا تقول اخ. هيدي خدوها مني عبرة. بعد عمر 25 مننقي كولاجين محترم مصحوب بفيتامين سي، زنك، بيوتين كرمال شعركم يقوى وما يهر، أظافركم ما تتكسر. بقى حلنا بجناس جلوبال بكل فخر بدي أقوله نقارة. نقارة معدلات 10,000 ميلي جرام 2 ساشي بير داي مش أقل، أو إذا جار تاخدوا معلقة كاملة بنهار. النقارة رح تعطيكم صحة، رح تعطيكم شبع، رح تعطيكم قوة، رح تعطيكم مصدر سعادة بسبب الفيتامين سي اللي موجود بقلبه. أما زنك محور خاص حتى واحد يكون حتى بعلاقاته الحميمة بحياته يكون صحيح ويكون مرتاح. معدلات الزنك جدا مهمة لحياتكم الزوجية، جدا 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 مهمة. أما لكل ست ولكل استاذ عم بيسمعني فوق 50، كتير من الناس بتروح بتعمل بوتوكس وفيلر. هلأ أنا من الناس اللي بعد ما رحت لهونيك،
مع أنه عمري 46 رح يصيروا بعد شهرين، ولكن بدي أقول أنه الناس الأرستقراطية اللي عم تسمعني، if you really care، if you really care إن أنت خلياك ما تقدم، إيديك تضل شباب، إيديك ما تخطير، الخطوط ما بقى تكتر، توقف مطرح ما هي وتقل، you need to take TA65. ساينس كتير كبيرة، اشترته جينيس جلوبال من أصل النوبل برايز. So science أخد النوبل برايز اسمه TA65، عشبة كومباوند غريبة عجيبة بتشتغل على توقيف موت الخلايا بالجسم وتطويل العمر لأنه بتطول التيلومير بقلب الدي ان اي. تفاصيل كتير علمية يمكن مش كتير من الناس تفهمها ويمكن مش كتير الناس تهتم فيها، ولكن بدي أقولكم فينيتي بقلبها حبوب الفينيتي بيتاخد 2 صبح ساعة 11، 2 بعد الظهر ساعة 6 عكافلتي أكيد 3 شهور بيدوم الجسم كرمال يعمل القلب كله. سو رابع شهر رح يكون عندكم تفاصيل جديدة، هيئة جديدة، نضارة جديدة، حياة جديدة، أوميغا 3 أوميغا 6 لودد، دفنتي يوريك أسيد باي باي، دفنتي كوليسترول تريبليسيريد باي باي. فينيتي كمان عم بركز هي أرستقراطية بحد ذاتها. أما لكل شخص لبناني بالأخص، بدي أخص باللبناني لأنه اللبنانية بيحبوا الشياكة والأناقة والجسم الملفلف والسكسي، رح أقولكم زين بروجيكت كان بي جريت هيلب ليكو. أنا اشتغلت هربا لايف سنين كتيرة، I'm a wellness coach صار لي 12 سنة، اشتغلت هربالايف، اشتغلت فوريفر ليفينج، اشتغلت أنظمة غذائية كتيرة، وهلا حاليا بسمع كيتو، ميتو، سيتو، فيتو، أسماء وأسماء. أنا من الناس اللي مرقت سرطان، أختي مرقت سرطان، خيي مرق سرطان، بالنسبة لي الشكل يس مزبوط منيح، بس ولكن بده يكون مع صحة، معناتها أنا ما في فوت أي بروتين بقلبه صوي لأنه بتدفعوا الثمن. soy protein is not good for health. So I need a protein sophisticated معمول بطريقة يكون قريب لحليب الأم يلي هو الكيسين، وأيضا لازم شغل الليبتين يلي هو هرمون اللي بيوقف الأكل، يعني وقف بقى شبعت، يعني الأوردر اللي بيروح من المعدة لللاوعي. أنتوا عندكم حبوب شيب بجناس يلي معمولة من فقط لب المانجا الأفريقية، كل حبة توازي 40 مانجا أفريقية اللب، هيدا اللي بيشغل الليبتين، وإني وايل بتحسوا بتشبع من دون ما تلعبوا بأجسامكم ولا بكبدكم ولا بصحتكم. رح أقول إنه نظام غذائي غريب جدا زين 8 بروجكت يلي ما بيحبز، ولا أنا بحبز إنه واحد يوقف الأكل الطبيعي. only 2 weeks مع حبوب الهندبة نحن مننظف الكبد، منخليه طاقة الدهنيات اللي موجودة بقلبه ينفضها أول شيء تنقدر نشتغل على الدهن العنيد. So detoxification phase is what you need guys before you do anything else. ما تأمنوا بالدايتات الغريبة العجيبة، you need detox. أما لكل شخص عنده تركيز كتير عم بيلعب بداية نشفين يمكن، أو ذاكرة ضعيفة، أو حتى الأشياء البسيطة عم ينساها، أو حتى عنده autistic child mainly لأنه أنا اشتغلت مع الأوتيزم توحد تقريبا 10 سنين من عمري، بفتكر جابا ويفز بالمايند يلي مصنوعة من بيت دوت الأز رح تساعد كتير بهالمجال. إحصائيات كبيرة عم تجري على المايند لصراحة، مايند كمان ساشيات هي، ورح قلكن إنه عم تشتغل بالجابا ويفز، عم تشتغل على التركيز. أما لكل محبي القهوة رح قلكن إنه بنظامكن الغذائي للتضعيف فيكن تستعملوا قهوة مدروسة مع هيكلية السمك، أكيد ما رح تاخدوا طعمة السمك من قلبها. ترونو is one of the most beautiful shies اللي بتساعد لأنه بقلبها ألياف وألياف وألياف وألياف. guys جناس بالنسبة لألي الإليت كلاس، كلاس أي برودكتس قادرة تجمع من كل شيء، حتى اللومينيسري اللي لومينيسري أنا بستعمله صار لي تقريبا بدي لكم سنتين ونص، هيدي تالت سنة. لومينيسري بصمة كتيرة كتير كبيرة، اليوم نحنا بدنا نواجه إنه كل ست بدها تضلها شباب، كل ست حب بشرتها ما تقدم. أنا بحب حط إيدي بينزلق على بشرتي، ليه؟ لأنه I really take care of myself، my
ما تقللوا معايير المي قبل ما قلكم لومينيسيري 3.5 لتر مي للنساء و4 لتر ونص مي للرجال، نقطة حامض تتعدلوا الحموضة بجسمكم تقلبوه شوي قلوي مع كل السموم اللي عم ناخدها، حتى من البارفانات، حتى من الكلوروكس والأجاكس والديتول، عم بيتنسق الكبد، عم بيتعذب صدقوني. دكتور نيتن نيومان، أنا فخر لقلي أنه هو بيمثل الشركة اللي أنا أخذ الامتياز فيها. دكتور نيتن نيومان فيكم تلاقوا على اليوتيوب، هو أول حكيم تجميلي بالدنيا اللي عمل عملية زرع فك سرطاني بالخلية الجزئية، ونيومان أبدع أنه يلاقي معادلة بتناسب الناس اللي ما معهم ألوفات الدولارات فيعملوا إنجكشنز خلية جزئية، وقدر يعدلها بسيري اسمها لومينيس سيري. اللومينيس سيري معدلات غريبة عجيبة من ستيم سيلز تكنولوجي جروث فاكتور اسمها APT200، فقط جينيس جلوبال عندها إياها اللي بتعادل هالعمليات. كده سواي بتشوفوا وشي كأنه عامل بوتوكس أو فيلر بال46، خدودي والملايين اللي عندي بسبب عدم مقاطعتي للسيروم والنايت والدي كريم ومرتين ماسك بالأسبوع. لو شو ما صار كيف ما كان الموت تبعي، always I take care of myself. اليوم أنا لقائي كان مختصر مفيد كرمال أعرفكم على مجال ممكن ينقلكم من قدام التلفزيونات والكورونا لمدى جديد. يس أنا بؤمن بالتغذية اللي عم بحكي عنها، أنا بؤمن إنه نحن فينا نقتل المرض، أنا بؤمن إنه نحن على منبر جديد وعلى هيئة جديدة. حاجة بقى بالبرين ووش الأدوية نمشي، في مجال نوقف الأدوية وفي مجال نتبع طريق جديد على القليلة إذا مش لقلنا لأولادنا. أنا بدي تشكركم، أي شخص بيحب ينضم للفريق الملوكي ولهالمنبر ولهالطريق اللي نحن جديد صنعناه، ساعة 8 رح يكون عندي لقاء آخر يتحدث عن مشروع الرويال تيم وجينيس جلوبال. أنا بتشكركم رويال تيم، thank you so much.